قلعة صلاح الدين الأيوبية تتربع على قمة صخرية مرتفعة شرق مدينة اللاذقية، منتصبة فوق رأس صخري مثلث الشكل ممتد طولاً، ويحيط بالقلعة واديان عميقان يجتمعان معاً تحت قسمها الغربي. تنقسم قلعة صلاح الدين إلى قسمين، قسم شرقي مرتفع يضم أغلب التحصينات المهمة والأماكن الدينية، وقسم غربي منخفض انخفاضاً ظاهراً عن القسم السابق ويضم بعض البقايا البيزنطية، ويحيط به سور لا يزال ظاهراً حتى وقتنا الحالي. في عام 1957 سميت القلعة باسم قلعة صلاح الدين، وذلك تخليداً لذكرى الأمير صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القلعة في عام 1188. أما التسمية التي كانت تعرف بها القلعة قديماً فهي قلعة صهيون، والتي تعني في العربية القديمة السريانية الصخرة العالية أو البرج في أعلى الجبل، ولا تزال تعرف حالياً عند سكان المنطقة باسم قلعة الصونة. تتميز قلعة صلاح الدين بأنها تحتفظ بمنشآت تعود إلى حضارات متتالية، يذكر منها أول الحضارات وأقدمها تلك المنشآت التي تعود إلى العصر البيزنطي في القرن العاشر، والتي لم يتبقى منها الكثير، إلا أن تاريخ بدء إنشاء القلعة أقدم بكثير من ذلك، فقد كانت تتبع مملكة أرواد ثم آلت إلى الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد.